طارق وينه؟ هون استاذ. طارق ديالا تأخرت كتير، نحن منتظرينها، بتكون قلقت هلأ ولسه ما خبرناها. معك حق، طول شغلي شوي، بس هلأ رح أخذ إبراهيم وروح. كيف وضعه الصحي للقاضي؟ لساته حرج، لازم أعمل شي كمل يلي تركه القاضي عن النص يا أيمن. أنت قبل كل شي روح لعند ديالا واشرح له الوضع. بابا، خالو، خالو، أنا إمتى رح أرجع على البيت؟ بالوقت اللي بدك. ما دام هيك خلونا نروح لعند ماما. يلا لشوف يا بطل، خلينا نروح. يعيش خالو. تعا حبيبي تعا. عود لشوف، عود. طارق، شو بدنا نعمل مع سعيد وليلى؟ يا ربي، أي هنن كمان لازم أبعتهم بأي شكل. مبدئيا خليهم عنا بالبيت، وراح أتصل بالأصدقاء اللي بإسطنبول لحتى أبعتهم عن طريق أمهم. طيب يلا لشوف. انت مو جاي بابا؟ الو. يلا احكي سيدي القائم مقام. اذا بتريد تعب بسرعه، جواد بيخ عم يعذب مواطن بريء من دون سبب، وهلا سيدي ما تاخذني، ما كنت رح اتصل بس ما حدا من الشباب استرجى يتصل. طيب انا جاي فورا. حبيبي انا عندي شويه شغل، بوس ماما بدالي. طارق، خلينا نروح خالو. رح تنطفي هون من اليوم ورايح، هاد هو شغلك.